مسؤول عن الاطفال اذا كان طالب. هو الرجل مدونه كتقول كاين الرجل والام الاب، والام اذا لم يكن هناك الاب توفى او انه غير مؤهل. قلنا القاضي كيف انا طلق عندي ثلاثه دراري وطلق دراري بغيت ننقلهم من مدرسه لمدرسه يخص الابن الاب، وبغيت نسافر لفرنسا نديهم وورد ديزني ولا ما عرف يخص الابن الاب، فيما تحررت يخص الابن الاب، في حين ان الام هي الحاضنه. شكون اللي عطاها هذا المدونة؟ هي اللي كتمكنهم تشربهم وتلبسهم حتى وصلوا 13 14 عام بلا مساواه، في حين ان الماده الرابعه في المدونه كتقول بان مسؤوليه الاطفال للرجل والمراه، اذا هنا لا مساواه ايضا. تبقى هذا بالنسبه للولايه بانه تكون لها الحق، هي ايضا المسؤوليه الاداريه ممكن الاولاد كاين الراجل كيخدم يمشي يسافر المشكل تاع المراه كيفاش غادي تمشي تسكن كانت في العلاجي ولكن بغات تمشي للقصر الكبير كي غادي تجي تنقل ولادها من المدرسه غادي تخرج عليهم هذه المسكنه ومن بعد ما تسوقوش كاع لان اشكال حقيقي بطريقه معينه هذا من بين اللامساواه اللي موجوده في هذه المدونه. نمشيو لزويج الطفلات بطبيعة الحال الطفلات لأن كاين واحد المقولة اللي كتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة وحدة في 9 سنوات شي اللي قال لنا، ولكن البحث في هذه القضية أكد هذا اللي بغا يرجع أكد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة في سن 25 سنة، ولكن كل العلماء عارفين هذا الشيء ويسكتون عنه، يسكتون عنه بالأدلة. إذن كنشوفوا أن الموضوع الثقافي ديالنا والتقاليد والأعراف من صغرنا كنا غادي في هذا فات أن الهشاشة والفقر كاين بعض الأسر عندها 6 7 كتقول نقص واحد الفم نقصوا من فياكل كلشي. عندنا الأمية الثانية، عندنا ضعف نتاع الطفلات، واش هاد البنت قادة على الزوج بالنسبة للجسد نتاعها، بالنسبة للنفسية نتاعها، هذا كله إشكالات. ثم عندنا تحايل هذا القانون اللي فيه كان فيه الوالدين وفيه حتى الزوج بغير الجهة، ثم السلطة التقديرية للقاضي. فهنا على القاضي غادي يحملي في المشكل. فهنا التحايل على القانون. كل هادشي علاش؟ لأن الطفلة غير والمرأة غير متمكنة، مفيش تمكين اقتصادي واجتماعي، فهنا كنلقاو أنه كيكون. ولكن هل نتساءل هل هذا تزويج الطفلة هذا كل ماشي بخطيرة؟ لأن حتى 18 سنة راه كيتسموا طفلات. الاتفاقية الدولية راه طفلات. فتزويج الطفلات هنايا ماشي حاجة شرعية، ماشي الشرع اللي قال لينا نزوجوا 16 ولا 13 ولا 14، ما هو تزوجوا 16 13، ولكن واش هذا الشيء البنت ما تقراش ما تكونش واعية إلى آخره، هي وقت نتاع تقريبا 15 سنة هو مدرسة. إذن ليس بحاجة شرعية، ماشي الشرع هو اللي كيتبع الشيء، ولكن حاجة مجتمعية. فبطبيعة الحال كنوجدوا في هذه المسألة هذه، فهنا المطالب نتاع الجمعية الحقوقية والنسائية، وأيضا جميع الآليات الاتفاقية الدولية للمغرب متعاقد وكيحضر ثقافة.
سنتو من الشرق العربي من اخره، فبالتالي نبدا